أهلا بيكم. أسئلة كتير بتجيلي من نوعية عايز حضرتك تساعدني إن أنا أعمل مشروعي الخاص، أنا عايز أبدأ البيزنس بتاعي، أنا عايز أستورد، أنا عايز أصدر للصين، أنا عايز أجي الصين أعمل بيزنس، أنا عايز أصنع وأعمل مصنع، أنا عايز أعمل بيزنس كبير. لو حضرتك من الفئات دي أو من الناس اللي بتفكر بالطريقة ديت، يبقى انت محتاج ان انت تتفرج على الحلقة ديت. اهلا بيكم من جديد. انا هيثم طلحة، بتشرف ان انا اتكلم مع حضراتكم في جزئية مهمة جدا اتكلمنا فيها في المقدمة، ألا وهي إن أنا عايز أعمل سؤال بيتراوح أو سؤال بيجي لي كتير، إزاي أعمل البيزنس الخاص بتاعي؟ إزاي أستورد من الصين؟ إزاي أصدر للصين؟ قبل ما أنا أخش في الجزء الخاص، أتمنى إن أنتوا تدوسوا على الجرس وتتابعوا قناة اليوتيوب هيثم في الصين، إن شاء الله يجيلكوا كل ما هو جديد، وتعالوا مع بعض نجاوب على سين وجيم مع هيثم في الصين. طيب السؤال هو أنا عايز أعمل البيزنس بتاعي الخاص إزاي؟ النقطة في الأساس اللي أنا عايز أجاوب فيها، لو سمحتوا، بنلاقي كتير على منصات التواصل الاجتماعي بعض الناس اللي هي يعني بتدعي إنها متمرسة في التنمية البشرية، ويقعد يصرخ ويعيط ويلا وتقدر وتعمل وإنت تقدر وإنت مش عارف إيه ويلا و و طبعا في شحذ للشباب في غير محله. يا شباب الموضوع مش كده خالص، البيزنس ليه قواعد وليه رولز لابد ان انت حضرتك تعرفها وتعلمها كويس قوي، والبيزنس وان انت تاخد قرار تبدا بيزنس ده ليه ابعاد تانية كتير وليه تاثيرات بتاثر فيه، عايز اقول تاثيرات جغرافيه، تاثيرات زمنيه، تاثيرات مكانيه، تاثيرات ماليه، يعني مش بسهولة خالص ان انت تاخد قرار. مثلا اذا في الظروف اللي احنا فيها دي كنا بناخده زمان، احنا دلوقتي فيما بعد الكورونا العالم بيمر بمرحلة كبيرة من الكساد، في مشاكل اقتصادية بمعظم دول العالم تقريبا، فالموضوع ما بيجيش بالعواطف ولا بالصريخ ولا بالزعيق ولا بالعواطف ان يلا تقدر ويلا انت تقدر تحقق ويلا اعمل ويلا خد خطوة، لا خالص. فلو سمحتوا لا تسيروا وراء مروجي المخدرات، مش المخدرات اللي بتتشم ولكن مخدرات العقول، الناس اللي بتخدر العقول. انا مش ضد ان الناس تكافح، بل بالعكس، يعني انا السلوجان بتاعي على منصات التواصل طموح واسعى للنجاح، ولكن الطموح والسعي للنجاح لابد ان يكون على قواعد وعلى اسس. اللي انا عايز اقوله، قرارات ان انت تفتح بيزنس خاص دلوقتي، لو قبل كده كنا بنفكر مرتين او ثلاث مرات عشان ناخد القرار، دلوقتي هتفكر 20 مرة عشان تاخد القرار. انا لا اؤيد ابدا ان اي شاب او فتاة او حد رائد اعمال او في بداية حياته، انه حتى لو معاه 100 200 300 500 الف جنيه انه ياخد قرار متسرع بانه يخش بيزنس. او بنتكلم عشان اللي بيتابعونا من كل دول العالم، لو انا معايا 10000 دولار 20000 دولار، ما ينفعش ان انا اقول ايوه انا اقدر اعمل بيزنس خاص. بالتاكيد في حالات استثنائيه انا مش مختلف، لكن احنا بنتكلم على القواعد والاطر العامه في البيزنس. بمعنى لو انا عندي وظيفه ومستقر ومعايا في حدود 10-20000 دولار، لا أؤيد إن أنت تفتح بيزنس. طيب لو أنا معايا مبلغ 100000 دولار وأنا عندي خلفية عن التجارة الخارجية، أوكي أنا أقدر أخذ القرار، بس بخطوة إن أنا على الأقل هجنب 40 أو 50% على جنب وأغامر في 40 و50% التانيين. الحاجة الثالثة، لابد إن أنا أخذ بأسباب البيزنس نفسه. بمعنى لو سمحت حضرتك ما تخشش بيزنس انت حضرتك ما عندكش خلفية عنه، ما ينفعش حضرتك تقول انا عايز اجيب مكنة ان انا اصنع صابون عشان الفيديو عجبك اللي انا عملته، لكن السؤال انت ليه خلفية في صناعة الصابون؟ بعت واشتغلت في الصابون قبل كده ولا لأ؟
عارف ازاي تشغل مكنة ولو عطلت تعرف تشغلها ازاي تاني ولا لأ. لو انت ما تعرفش الحاجات دي يبقى لو سمحت ما تخشش في البيزنس. طب الحل ايه؟ هل الحل ان انا افضل قاعد مكتوف الايدي وانا نفسي ان انا اعمل بيزنس خاص؟ انا ما اختلفتش، ما قلتلكش لأ، ولكن خد بالاسباب. يعني ايه؟ لو انا عايز اشتغل في صناعة الصابون على الاقل، او اصنع صابون على الاقل، ابتدي اتعلم الاول، اتفرج على الفيديوهات اللي على اليوتيوب مثلا تكلم عن بيع وشراء وانواع وخامات الصابون، ثم بعد كده ان انا اشتري واشتغل في السوق المحلي اللي انا فيه. لو انا موجود في المغرب في كازابلانكا، هروح مثلا عند اي شركة شغالة في الصابون وحاجات التجميل مثلا، وابتدي ان انا اشتغل موظف فيها، او اشتغل بيع اونلاين واخد حاجة بسيطة ب$1000 اجرب فيها مرة واثنين وثلاثة، وبعدين 1000 يبقوا 2000 وثلاثة واربعة وخمسة، وبعدين انا ممكن بعد كده انتقل للخطوة الخاصة ان انا ممكن بعد كده ابيع انا بالاونلاين لوحدي. وبعدين بعد كده لازم اعرف السوق من حواليا في كازابلانكا، هو مين اللي شغال في بيع الصابون وانواع الصابون وخامات الصابون واسعار الصابون، وهل هو كله بيستورد من خارج المغرب ولا في جزء بيصنع في المغرب؟ طب لو في جزء بيصنع، انهي مين اللي بيصنع ومين بيستورد؟ طب انهي اللي بيكسب اكتر، المصنع في البلد المحلي ولا المستورد؟ الاوروبي ولا الصيني؟ العربي ولا الاوروبي؟ طيب بعد كده ابتدي ان انا اخد بقى كيان مستقل ليا، ولسه ما فكرتش في التصنيع خالص، عشان انا ابتدي استورد الصابون لو ان المستورد هو اقل، او ان انا اشتري من المصانع المحلية لو ان اللي في المصانع المحلية هي اللي اقل، ثم اشتغل على اقل مش اقل من 6 شهور، ثم بعد ذلك اخد القرار يا اما بالاستيراد يا اما بالتصنيع، او كمان لو بالاستيراد الاولى استورد الاول واتعلم الاستيراد كويس واتعلم الخامات كويس واجيب الخامات منين، ثم بعد ذلك لما يكون عندي دراسة كاملة وافية بينة واضحة ان انا اخد قرار تصنيع الصابون، ثم بناء عليه اروح مكلم هيثم في الصين اقول له لو سمحت انا عايز خط انتاج الصابون. في ساعتها هتقول، مش هتقول لي لو سمحت هو ايه نوع المكان، لا ده انت هتقول لي انا عايز المكنة اللي هي الهاف اوتوماتيك او السيمي اوتوماتيك او الفول اوتوماتيك، او اللي بتطلع 2 طن في اليوم، او اللي بتطلع طن في اليوم، او عايز الخامة الفلانية، العجينة الفلانية، لا ده موجودة في مصر ممكن اخدها من مصر، لا ده موجودة في الصين عندك، لا ده موجودة في المغرب عندي. طب انت فاهم الخطوة اللي انت بتاخدها عاملة ازاي؟ فده انا بدي نموذج حالة من الحالات اللي ممكن ناخد منها حالات تانية. لكن ان حضرتك يبقى انت سمعت بتوع التنمية البشرية ومدعي التنمية البشرية، ويمكن انا بسترشد باراء الدكتور والمعلم ليا الدكتور ايهاب مسلم استشاري الإدارة والتسويق في مصر، اللي بيقول كل بتوع، مش هنقول كل، ولكن يعني قطاع كبير من اللي ادعوا في التنمية البشرية كلهم عبارة عن، أنا آسف يعني، شغل تحميس عاطفي على الفاضي بدون أسس. لأن في إشكالية، إيه الإشكالية؟ الإشكالية إن حضرتك زي مثلا أنت معاك $50,000، بعض الناس بيحط $50,000 بيغامر بيهم كلهم يعني. في الحالة دي يا إما أنت هتكسب يا إما الخسارة ممكن تعمل لك فروستريشن وتعمل لك إحباط كبير جدا. فإحنا هنا بنقوم بنوع من التوعية للشباب ورواد الأعمال، لو سمحت أهالينا علمونا لما تيجي تخش في حاجة خش خطوة خطوة، ستيب باي ستيب، ما تغامرش بالموضوع كله. حتى بيقولوا لا تضع البيض كله في سلة واحدة، حطش البيض كله في سلة واحدة، خلي جزء على جنب الأول وخد غامر في جزء، وحتى الجزء اللي هتغامر فيه هيكون بحساب وخطوة. لو سمحت لا تسير وراء العواطف، لو سمحت لا تسير وراء الناس اللي بتسخن الناس. حتى لو أنا فيديوهاتي على قناة اليوتيوب هيثم في الصين كلها تشجيع إن في التجارة، مش معنى ذلك إن أنا بقولك اتفرج على الفيديو وخد خطوة، لأ أنا بدي معلومات عامة. فإذا رجاءً دي بعض النصائح اللي أنا حبيت أوريها. لو سمحت ما تخليش حد يسخنك، ما تخليش حد يقولك يلا بسرعة اعمل بيزنس يلا، لأ لازم تبص للأبعاد اللي حواليك كلها. الأبعاد زي ما قلنا الوضع العالمي عامل ازاي، والوضع الاقتصادي في البلد اللي انت موجود فيها ازاي، والوضع الاقتصادي في المدينة اللي انت موجود فيها ازاي، والوضع المالي عامل ازاي، والوضع التجاري حواليك عامل ازاي،
ونوع البضاعة اللي انت هتشتغل فيها، وانهي اللي شغال اكتر الاونلاين ولا الاوفلاين، انهي شغال اكتر التوزيع ولا اللي هو البي تو سي يعني الهول سيل ولا الريتيل القطاعي، ان انا افتح محل. ولو انا هفتح محل لازم هشوف المكان وهشوف الزمان اللي هفتح فيه وهشوف البيئة والكوميونتي اللي انا هفتح فيها. يا ترى هفتح في حي شعبي فلازم اجيب منتجات شعبية، او هفتح في حي راقي جدا فهجيب منتجات عالية الجودة وعالية السعر. فليها ابعاد، حتى زي ما بيقولوا الفور بيز بتوع التسويق بيعتمد على فور بيز، البرودكت المنتج، في اسس البرودكت، ثم البرايس السعر اللي هتبيع من المنتج، ثم البليس المكان اللي هتبيع في المنتج، ثم البروموشن الدعايه اللي هتسوق بيها للمنتج. اربع عوامل لا ينفصلوا عن بعض ابدا، كلهم مرتبطين ببعض، كلهم بيتحكموا في القرار اللي انت هتاخده قبل ما تاخد القرار ان تفتح بزنس خاص. في النهاية يا رب اكون افدتكم وقدمت لحضراتكم معلومة مفيدة. ما تنسوش تتابعوا جميع منصاتنا على السوشيال ميديا، فيسبوك واليوتيوب انستجرام سناب شات تويتر لينكدين، كله تحت اسم هيثم في الصين. وما تنسوش تفعلوا الجرس وتعملوا متابعة لقناة اليوتيوب هيثم في الصين. دمتم بخير والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.